الهمداني شوف كتابه شوف جزيره العرب ذكر الزلفة يعني تقريبا مشتقه من تجلف او من زلف او مثل جبال طويق عندنا هنا شهر الصعود عندنا على رجليك تصعد والمطيه تصعد مع بعض الاماكن هو متزلف الحطياء قال الله انجاك من اراضي ومن زليفات ومن لغاتي ذكر الزلفي الحطياء الاودي اكبر وادي بالزلفي اللي هو وادي مرخ يبدا من جنوب الخط السريع يواصل بين الرياض والقصيم ويتفرع من مناطق منطقه اسمها الدبداب ومنطقه اسمها باعج فوق محافظه الغاط ثم يتجه شمالا حتى يدك بسبله الوادي هذا له طبعا اوديه مسانده تصب عليه واحد منها اسمها الريميات وواحد منها اسمه سائلة العشر وواحد منها الحسكي وادي سمنان وادي عريعرة وادي الجلتة أو جلتة علقة وادي جزرة وادي سويس وادي الثنية وادي السمر وادي بلوضاح كل هذه أودية كثيرة جبال طويق هذا معروف ينتهي شمال الزلفي نهايته يمكنكم شفتوها تشوفونه بعين تصب ماء عين الجزرة إلى الآن تصب كان فيها بئرين منحوتات فوق الآن مدفونات وهم موجودات منحوتة نحت ويذكر لي عبد الله الشايع المتتبع للطرق البرية القديمة إن فيها بئرين منحوتات وإن هذه البئرين على طريق تبعوا له طريق طبعا وفي دوائر حجرية في عين جلتة اسمها أحد يسميها جلتة هبل وأحد يسميها جلتة علقة فيها طبعا ناقوت طول الصيف والشتاء وفيها سمنان الوشيل يسمى الوشيل يصب ناقوت يعني الشخصين الثلاثة الأربعة يرويهم اليوم يغسلوا منه يشربوا منه المحاصيل الزراعية سابقا التمر والقمح هذه من أهم المحاصيل وهناك بعض أشجار الفواكه خاصة مثل الترنج التين الرمان التين كانوا يشنزونه مثل التمر وبعض أثار أشجاره موجودة الآن جذوعه يشنزونه التنس والنخيل وش أنواعها كانت مشهورة النخيل أهم نوع كان الخضري والمكتومي والروثان والقطار والشقرة المستانية والأدهمية والسلجة والتخينية السقية أول كانت بالسواني السواني على الإبل أو على الحمير أو على البقر عندهم طال عمرك الإجماع لها أهم شيء التنقل والحملات زي العقيلات لكن هذولا حملاتهم شرق الزلفي هذولاك حملاتهم غرب على مصر والشام الزلفي حملاتهم على الزوير وعلى الكويت وعلى عينين اللي هو الجبين وعلى على العقير والحسن يأخذون معهم الصوف جلود أحذية خرزين من أول هنا يأخذون معهم لعبية هذه اللي يسمونها مزوية ويصدرون معهم إبل يبيعونها يجيبون معهم بضايع وينقلونها له القصيم له العنيزة طبعا مثل مواد غذائية ومثل ملابس وما ملابس وما يتعلق فيه.